مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموماً محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن إحنا نقول ينفع له عملية فعلاً اتطور جداً جداً، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم، واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق، سواء في ناس الحلوة أو الدكتور، هي الحلقة أو الجزء القادم. بلا شك نوع معين من العلم هو الأرقى الأكثر تفصيلاً والأكثر كمان يعني قرباً للتقدمية الكبيرة في عالم الجراحة، جراحة البنكرياس. فالنهاردة هتستمعوا لحوار خاص زي ما قلت لكم على أرقى مستوى، ضيف من يعني من الضيوف اللي بنفتخر بوجودهم في الناس الحلوة، بنسعد جداً في استقباله، لأن احنا قدام قيمة جراحية على أرقى مستوى، مش بس في مصر، في الوطن العربي، واسم عالمي قدير بيبقى دائما يعني وجوده في الإعلام إضافة هائلة أكيد، لأنه نقلة لأرقى أنواع الجراحات والأساليب الجراحية إلى الشاشة بشكل مباشر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسم ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية، وعميد معهد الكبد السابق. ضيف العزيز القيمة الجراحية القديرة، أهلا بك أستاذ. أهلا بحضرتك. السؤال الأول، كلمة العنوان، يعني إيه ما نقول أول مرة نقترح هذا العنوان أسرار النجاح، ماذا نقصد به؟ عملية ورم رأس البنكرياس بالذات عملية كبيرة بيسموها الويبل. لما نشرحها للناس الحاجات اللي بنشيلها، يعني دايما العام بعد ما أشرح له العملية يقول لي طب وهيبقى إيه وأنا هعيش إزاي، لكن لما نعرف نسبة نجاح العملية دي تتعدى 90%، 95% نجاح العملية، معنى نعمل العملية وعن يخرج بالسلام إن شاء الله. 95% ده تقترب من إيه، من المرارة، من يعني من الحاجات يعني. بس عشان نوصل للرقم دوت الحقيقة محتاج شغل كتير قوي، يمكن نقسمه حاجات هنعملها قبل العملية بري أوبراتيف، وحاجات جوه العملية أوبراتيف، وحاجات بعد العملية بوست أوبراتيف. الجراحة كلها هي ما قبل بري عملية أوبراتيف، ما بعد بوست أوبراتيف. ما قبل العملية احنا بنتعامل مع مريض عنده ورم، وبالتالي نقطة مهمة قوي ان ما ننساش ان احنا مريض عنده ورم. في ناس بتبص للورم، يعني كتير بيجي لي اهل المريض يقول احنا مش عايزين نقول له، فجايبين لي الاشعاعات بس او التحاليل بتاعته، ده ينفع يتعمل له عملية ولا لا؟ البداية دي مش صح. لازم اتعامل مع شخص على بعضه، يعني ممكن تبقى الاشعاعات والتحاليل تقول ان ينفع يستحمل العمليه، ولكن عن جنرالي بصفه عامه حالته العامه ما تتحملش العمليه. بره في حاجه اسمها بيرفورمانس ستيت وليها سكور معين، دي السن بتاعه والحاجات، الضغط والسكر والحاجات، ارقام بنحسبها بحيث ان في الاخر اقول المريض ده يتحمل هذه العمليه فعلا بصوره امنه ولا لا. ودي نقطه مهمه قوي، ساعات بتبقى يعني مزد مننا كده كدكاتره، ان انا بتعامل مع المرض مش مع المريض بس. لا، دي العمليات الكبيرة لازم أقيم الورم وأقيم المريض وأقيم العملية، وأنا عارف جوه العملية إيه اللي هيحصل، يعني متوقع من حجم الورم ده أنا هعمل إيه جوه العملية، فهل المريض هيتحمل الحاجات اللي بقولها دي ولا لا؟ كتير بيجي العيان أشوف الحاجة بتاعته أقول له ينفع عملية، لما يجي للمريض أقول له لا، ده ركب له دعامة مش هيستحمل عملية. فقرار من الأول خالص إن أنا أدخله عمليات ده قرار مهم جدا. الخطوة اللي بعديها الورم نفسه، هل الورم ده ينفع يتشال ولا ما ينفعش يتشال؟ ينفع يتشال دي مفروض برضو كنا زمان القرار ده بناخده جوه العملية، لا دلوقتي مفروض بنسبة
95% بيتاخد قبل العملية. أنا فاكر ما كنت سافرت ألمانيا على الحتة دي بالذات، لقيتهم بيعملوا خطوة في أول العملية خالص يقصوا الاثنى عشر. هو أول ما قص الاثنى عشر ما هاش فيه رجعة، يعني ما ينفعش إن هو يرجع في كلامه ده، مش تنفع العملية، ودي عملها في أول عملية خالص. فما أسأله قلت أنت عملت كده، أنت لازم هتكمل، مين اللي قالك أنا هكمل؟ قال لي لا، تكمل أو مش هكمل دي قبل العمليات. وإحنا جوه العمليات مفيش القرار ده خلاص، طالما خدنا القرار من قبلها بالأشعاعات إن إحنا هنكمل، إحنا لازم هنكمل. دي بنسبة نقول 95% فعلا. المشكلة العملية دي كلها بتاعت البنكرياس علاقة الورم بشريان ووريد مهمين جدا. الوريد اللي هو بياخد الدم من الأمعاء يوديها للكبد، والشريان اللي بيغذي الأمعاء. لو كنا شفنا في رسمة هتلاقوا إن هما لازقين فيهم بعض. دايما أنا عايز أشوف علاقة الورم بالشريان والوريد في ثلاث سيناريوهات ليها. اول سيناريو جميل جدا ان هو ملوش علاقه خالص، هو بعيد عن الشريان والوريد، وده احسن السيناريوهات. السيناريو الثاني لا، ده حوط الشريان والوريد، بس حوطه ديت بنقسمها احنا بالاشعه، هو حوطه 180 درجه ولا اقل من 180 درجه. لو اقل من 180 درجه لا ممكن العمليه، اكتر من 180 درجه نبتدي نقول بقى ينفع ولا ما ينفعش. الفيديو ده بيورينا دي قبل ما يعني دي خطوات العملية ببساطة كده. يعني كشرح بسيط ان احنا هنشيل ايه فيها عشان ده اللي نقوله عليه. ده الجزء اللي شلناه، اللي هو رأس البنكرياس بالاثنى عشر مكمل معاه حتة من المعدة ومكمل معاه حتة من الامعاء، والقناة المرية داخلة في النص فشلناها مع المرار. وبعد كده بجيب الامعاء هيت اوصلها بالبنكرياس، اوصلها بالقناة المرارية، ثم اوصلها بالمعدة. دي ببساطة خطوات العملية نفسها. فالجزء التحضير قبل العمليه زي ما قلنا، انا عايز اعرف العين ده هيستحمل العمليه ولا لا. النقطه الثانيه، الورم ده هينفع يتشال فعلا ولا لا. النقطه الثالثه، التوقيت. هل انا المفروض اعمل عمليه دلوقتي؟ ده احسن وقت للمريض دوت، لان ممكن يبقى الورم حجمه كبير شويه او محوط الشريان، لا ناخد كيماوي فيقل شويه فاقدر اخش في العمليات، او اقول لا ده انا اخش دلوقتي. كل واحدة فيهم دي فيها مميزات وفيها عيوب. الحسبة دي حاجات كتير قوي بنحطها في دماغنا واحنا بنتكلم. دي الرسمة اللي كنا بنتكلم عليها، حتة علاقة الورم بالشريان. اما اول حاجة فوق دي بعيد عنه خالص، ده احسن سيناريو. التاني ده حوطه بس قبل، معلش يا فندم. احنا هنا عندنا حاجة حمراء وحاجة صفراء. حاجة الحمراء هي ايه؟ الشريان. ده الشريان، والاصفر ده الورم نفسه. بما لو فيه في الصورة الاولانية ده جميل جدا. ده بعيد عنه فده سهل قوي في العملية. الصورة الثانية حوطه بس ما عداش ال 180 درجة. الصورة الثالثة عدى ال 180 درجة. تفرق. الثالثة ديت لا، لو ده شريان مش هينفع، لو وريد نتكلم فيها، فيها نقاش شوية. لأن ممكن أقصه وأوصله. لكن الثانية ديت في الغالب هينفع. فقرار إن أنا آخد كيماوي أو ما آخدش كيماوي دي برضو قرار صعب جدا، بالذات عندنا في مصر. لأن أبحاث برة بتتكلم عن النقطة دي كتير، بيحبوا يدوا كيماوي في عيانين كتير وبيصغر. الحقيقة مع نقاش مع دكاترة الأورام عندنا، من وسط كل 10 عيانين خدوا كيماوي 2 أو 3 اللي بيستجيبوا، و7 أو 8 ما بيجيبوش نتيجة خالص. بعضهم بيكبر مع الكيماوي، مش عارف إن كان مشكلة في نوع الورم اللي عندنا، مشكلة في المريض، مشكلة في إيه. لكن في فرق فعلا ما بين الوضع بتاعنا والوضع برة، وبالتالي مش هنقدر نطبق الكلام بالظبط اللي بناخده بره ان هو علينا في مصر. لا، فيما يتعلق بالكيماوي. في الكيماوي بتاع البنكرياس اللي قبل العمليه ده بتاع البنكرياس بالظبط. هنا الصوره دي. هنا ده الورم، هنا شايفينه ضاغط على الوريد البابي اللي هو بيغذي الكبد. يكاد يكون قافله اكتر من 50%، اللي هو الورم اللي هي الحته الصفراء، الحته الصفراء اللي في النص دي، في ضغط على الازرق. ضغط على الازرق بالظبط، ده الوريد اللي بياخد دم من الامعاء ويوديها الى الكبد. دي من ضمن الصور صعبه شويه عندنا في العمليه، ليها تكنيك ويمكن نشوفه اثناء العمليه نفسها. الورم طبعا الاصفر بيتكتب عليه حرف تي، اختصار تيومر بالظبط. فده الجزء اللي قبل العمليه. لو احنا جزء قبل العمليه ده اخترنا مريض صح، واخترنا توقيت صح، وتحضير صح، ساعتها نقدر نقول هنروح للستيب اللي بعديها او الخطوه اللي بعديها، اللي هي قط العمليات. طيب الصورة دي ما قبل العملية برضو. دي برضو عايزين يورينه العلاقة ما بين الورم
والوريد والشريان. الأزرق ده الوريد البابي والشريان ده الشريان اللي هو بيغذي الأمعاء. أول واحدة فوق دي خالص ده بعيد عنه، ده السيناريو الجميل. الثاني لزق فيه شوية، الثالث ده فوقه مباشرة، الرابعة دي أجزاء لو هو في دي البنكرياس، ودي هتبقى سهلة لأن هي بعيدة عن الوريد والشريان. دي كلها قبل العملية، ده كل ده كل قرارات بناخدها قبل العملية بناء على الأشعة، بندرسها باحتمالاتها كلها، بنشوف الصور دي. حتى كمان يعني الأشعة المقطعية أنا مثلا لازم أقول للمريض هات لي السي دي بتاع الأشعة المقطعية، مش مجرد الأفلام، لأن العادي إن العام بيتصور مثلا 3000 صورة، هو بيطبع من 3000 دي 100، مش لازم يكون الصورة أنا عايزها موجودة في 100 دول، لأن أنا المقطعية دي عبارة عن مقاطع، أنا عايز أشوف في كل مقطع فعلا الشريان فين والوريد فين. ممكن أنا وأنا بمشي الصور كده ألاقي صورة لا مزنوق في الحتة دي، أبقى عارف إن أنا جوه العملية في حتة هيبقى الورم داخل في الوريد أو الشريان. فعشان كده عمرنا بنعتمد على تقارير أشعة، ويفضل لازم يبقى معايا السي دي بتاع الأشعة وتقعد تدرسها، يعني نحتاج نتفرج وقت عليه. ساعات بقول للمريض سيب لي السي دي وتعالى لي المرة الجاية هقول لك هينفع عملية ولا لا، لأن أنا عايز أقعد نص ساعة أدرس الأشعة دي لوحدها عشان أخد قرار صح فيها. ده كل ده ما قبل العملية. لما أخش جوه بقى العمليات إيه الأسرار بتاعتها؟ هي حاجتين، جراح وتغدير. وتغدير ده دور مهم جدا جدا، اكتر من ناس كتير متوقع. يعني انا ما اقدرش اشتغل غير مع اشخاص معينين هم فاهمين احنا عايزين ايه في العمليه دي بالذات. العمليه دي بتطول، بناخد 4 ساعات لو عمليه سهله قوي، 8 ساعات لو صعبه، فمتوسط نقول 6 ساعات. المشكله ان لو العيان ده خد محاليل في ال6 ساعات دي كميه، على اخر العمليه الاقي الامعاء فيه تخينة من كتر المحاليل اللي خدها، وبالتالي التوصيلات اللي أنا هعملها اللي هي في آخر العملية مش تبقى مظبوطة، لأن أنا بوصل في جدار تخين، بعد شوية الجدار ده هيرفع لما الماء يروح منه يحصل تسريب. فمين يقدر بقى يظبط لي القصة دي؟ ده دكتور تغذير شاطر جدا جدا، إنه محتاج يدي العيان أقل كمية محاليل، ما تعمليش مشكلة وتحافظ على الكلى وتحافظ على ضغط العيان. فميزان صعب جدا مش أي حد بيعرف يعمله، عشان كده ساعات بقول لهم لا العملية دي بالذات لازم اعملها في المكان الفلاني مع التخدير الفلاني مع حفظ. يقول لي طب ما استفيد دكاتره كويسين، اقول له لا انا عارف، انا بقول لك ايه، لان دول هو اللي هيقدر يريحني انا كجراح لغايه اخر العمليه. الناس ما بتبقاش واخده بالها ان ممكن التخدير يبوظ لي انا العمليه. البالانس ما بين ان انا هدي محاليل قد ايه تحافظ على ضغط العيان، في نفس الوقت ما تعملش حمل بالظبط. ودي كتبدو انها حاجه سهله، لكن هي تنفيذا في منتهى الصعوبة، ومحتاجة أجهزة ومحتاجة خبرة كبيرة جدا من دكتور التخدير ده. فده جو قطعات التخدير ده نمرة واحد. الجزء الثاني الجراح نفسه. الجراح لازم يبقى عنده شوية حاجات. أول حاجة هو هيشيل الورم. لما هيجي يشيل أنا محتاج منه حاجتين في شيله. يشيله بطريقة آمنة ويشيله كاملا صح. كلام يبدو سهل بس هو وراء حاجات كتير قوي. كلمة أمينة ديت يعني هو يقدر يعرف ان هو يعمل توصيل لوريد البابي، لو قصه يرجعه تاني. لو الورم ماسك فيه أقدر أقصه. الحالة دي مثلا ده كان ورم في الرأس البنكرياس ماسك في الوريد البابي، الطريقة هنقص الوريد البابي بالكامل ونعمل نوصله حتتين في بعض تاني بعد ما كنا قصينا الجزء من الوريد البابي اللي ماسك في الورم. المشكلة ان عشان كده بقول لهم دايما ما حدش يشتغل العمليه ديت غير شخص يقدر يتعامل بخبره كبيره في الوريد البابي وفي الشريان. يعني مش ان هو يعرف يوصله بس، لا ده انت لازم تكون وصلته 200 300 مره قبل كده، لان انت مطلوب منك في العمليه دي لما توصله ما تاخدش اكتر من 10 دقائق، لان الامعاء مش هتستحمل ان انا قافل الدم عليها فتره طويله. فانا محتاج مش ان انا اعرف اوصله بس، لا اعرف اوصله وبسرعه وبطريقه مظبوطه. عشان كده الجراح في الحته دي مهم جدا جدا، حته ان هو هيشيله بصوره امنه، دي الجزء التكنيكال بتاعه. الحاجه الثانيه الورم بيبقى دايما لازق قوي في الوريد والشريان زي ما قلنا. لما اجي اشيله في ناس كتير بيروح خايف من الوريد والشريان يحصل لهم حاجه فيروح قصص الورم من جنبه. الحته اللي بتتساب دي اكتر سبب لارتجاع الورم. عشان كده عشان نشيله ده انا لازم اخد الوريد والشريان واحدفهم شمال خالص بعيد وقص من تحتيهم. مش هتقدر تعمل الحركه دي الا وانت مطمن ان لو حصل مشكله هتعرف تتعامل مع المشكله ديت. فدي الجزء الشيل نفسه المهم قوي.
الجزء الثالث الأخير في العملية هو التوصيلات. التوصيلات زي ما قلنا جزء منها هيعتمد على التخدير، إن هو ريحني إن إداني الأمعاء بدايتها زي نهايتها، بداية العملية زي نهاية العملية. السر الثاني اللي هقوله ويمكن دكاترة كتير مش مقتنعين بيه أو يعني في ناس كتير ما تاخدش في دماغها الحتة دي، إيه أهم توصيلة في العملية؟ كل الناس عارفة إن أخطر توصيلة هي توصيلة البنكرياس. الحقيقة لا، أنا في رأيي إن أخطر توصيلة القناة المريه مش البنكرياس، رغم إن الأصعب البنكرياس طبعا، بس هي الفكرة لو عيان حصل له تسريب في قناة البنكرياس لوحدها في الغالب هيعدي مش هيحصل حاجة، لكن لو حصل تسريب في قناة البنكرياس وتسريب من القناة المرارية، العصارة الصفراوية لما بتيجي على عصارة البنكرياس بتعمل لها اكتيفيشن، يعني بيحصل تفاعل تنشيطي تنشيط ليها، فساعتها هيروح واكل كل الانسجه ويبوظ كل التوصيل، تحول لميه نار بالظبط، وساعتها مش هتبقى مش هينفع تسيطر عليها. فعشان كده على الرغم ان القناه المراريه قد تبدو توصيلها سهله، بس لا، دي اكتر توصيل لازم تعملها بحرص شديد جدا، عشان حتى لو حصل لا قدر تسريب في قناه البنكرياس ودي ما حصلهاش حاجه، العيان هيعدي. لكن لو اتنين سربوا في الغالب عندنا مش هيعدي. فدي الحاجات التكنيكال اللي احنا او الحاجات الصغيره اللي احنا نهتم بيها قوي في العمليه دي، ودي من ضمن اسرار نجاح العمليه ديت. توصيلات، بدقه التوصيلات دي كلمه مهمه جدا. توصيلات ان انا هوصل الاشياء التي قد قطعت بالظبط، سواء القناه البنكرياس، اللي لو رجعنا لفيديو المبسط لفكره العمليه احنا شلنا وفي جزء من قناه البنكرياس هتبقى موجوده بالظبط، لازم ناخد امعاء نوصلها. طبعا تكنيكس بتاعتها مش هنخش فيها، لكن ليها يعني طرق كتيرة. يمكن أفضل طريقة بتوصل زي أربع طبقات. الفكرة برضو إحنا شغالين بتحتاج لازم خيوط معينة، بتحتاج كميات كتيرة قوي بجودة عالية قوي من الخيط، لأن أي محاولة توفير في العمليات ديت نتيجة كارثية. العمليات الكبيرة دي ما ينفعش نص نص، لازم تتعمل كويسة. يعملها مجاني في الدمرداش ما عنديش مشكلة، يعملها برة بس هتبقى بفلوس كتير شوية، بس لان ما تستحملش ان انت توفر في الحاجات دي خالص. ما ينفعش اقول بقى انا هجيب خيط بالظبط مثلا يعني ما ينفعش، او الات نص ونص او تخدين نص ونص، الكلام ده كله نتائجه كارثيه. فالعيان يقدر لازم تحط افضل خدمه طبيه للعيان ده، كفايه العمليه كبيره، ما تحاولش تصعبها على نفسك بحاجات تانيه. هي ويبل اشهر عمليات في كتب الجراحه، اشهر نوع، يعني كلمه ويبل هي اشهر طبعا حاجه درسناها في الجراحه على الاطلاق. يعني العمليه اذا ده احنا كده خلصنا كل الاثار ولا لسه فاضل كده نقول جوه العمليه. بعد العمليه الامور بقت سهله شويه. بعد العمليه هو دور اساسا للجراح ان هو بيتوقع المشاكل اللي ممكن تحصل ويحاول ان هو يتفاداها قبل ما تحصل. يعني انا عارف مثلا ان اول يوم انا خايف من النزيف، فعيني على العيان على النزيف من درانق، من علامات حيويه، من حاجات زي كده. ضغط دم، النبض، ضربات القلب، كل ده هي علامات حيويه تشير للنزيف. لو بدا ينزف هتلاقي ضغط دمه انخفض وضربات قلبه سرعت بالظبط. بعد يومين ثلاثه انا ابتديت اخاف من جلطات الرجل وخايف من نفسه، لان احنا الفتحه بتاعتنا بتبقى كبيره شويه، والعيان دوت مش هيعرف ياخد نفس للاخر، وبالتالي ممكن شويه افرازات تتراكم في صدره. فلازم من اول يوم يبتدي في تمارين النفس، جهاز ينفخ فيه او يشفط فيه فيفتح الرئه، لو ما فيش الجهاز بالونه ينفخها، مجرد النفخ ده بيفتح الرئه فيمنع المشاكل دي. جلطات الرجل لازم ابتدي ادويه السيوله من يوم العمليه بالليل لو انا مطمن، ولازم العيان يتحرك، ولازم احط له شراب للدوالي، ولازم جوه العمليه بيبقى في حاجه اسمها كاف بامب، يعني حاجه مضخه على الرجلين تمنع التجلط، انها كل شويه بتنقبض كانه هو بيجري جوه اوضه العمليات عشان امنع الجلطات. كل دي حاجات صغيره، احنا ساعات شفنا كتير عيانين فقدناهم بحاجه واحده من دول، نسي ياخد دواء السيوله او ما حركش رجله كويس، جات له جلطه في الرجل طلعت على الرئه موتته. بعد كده على اليوم الخامس انا عيني على التسريب. حصل تسريب لا قدر الله من قناه البنكرياس، حصل تسريب من القناه المراريه، على طول نتعامل معاه. يعني في دايما كلمه كده بتتقال بره يقول لك اللي بيموت العيان مش المشاكل الجراحيه، ولكن انكار الجراح للمشاكل الجراحيه. مش الكومبليكيشن، دينايل اوف كومبليكيشن، ان هو العيان ابتدى يسخن، اصل هو صدره وحش، طب اصل هو بطنه وجعاه، اصل هو متجرح اللي وجعه، دفن الراس في الرمال بالظبط. لا، انا عندك مشكله في العيان، اول حاجه تحطها في دماغك مشكله في العمليه عندي. ما تطلعش هي مش مهم، بس اوعى ان انت
يبقى عندك إنكار، لأن ده الآخر نتائجه اللي بيتحملها المريض فعلا. ولما يحصل مشكلة تتعامل معها وبشدة، يعني عندما محتاج يتفتح يتفتح. طب أنا أعمله عملية كبيرة هفتحه تاني، أفتحه تاني مش يحصل حاجة. ولكن اوعى أن أنت تخاف تعمل حاجة لحسن يتقال كذا، لا. يكونش عندك بيسموها احنا يكونش عندك consideration معينة بالزبط. غير طبية. أيوة. اللي هي الاعتبارات بيسموها اعتبارات جنونية، يعني أنا بسميها دايما اعتبارات جنونية، تعرف تدل على الجنون، اللي هو هيتقال عليا. ما أنت لو روح قول العين متى هيتقال، مش هيتقال عليك، أنت هتروح في السين ده وهيتقال عليك ساعتها أسوأ الإوان. والمريض بيتفهم أن أنت بذلت معاه أقصى ما عندك. بالظبط. يعني عمر ما مريض بيشتكي دكتور وهو حس أن الدكتور ده عمل اللي عليه وما قصرش في حاجة مهما كانت نتيجة العملية. دي هي الأسرار. بالظبط. والنقطة الأخيرة دي يعني نحطها في أسرار نجاح كل جراحات الجي اي تي كله بلا استثناء، كل الجراحات، اللي هي عدم إخفاء الرأس في الرمال وإنكار علامات التحذير. إنك أنت عاملة زي بالظبط، يعني قاعد في مكان في إنذار بالحريق، لا 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 تلاقيه بايظ، في بدأت رشاشات المية بدأت تشتغل، لا لا تلاقيها باظت لغايه لما الولع تيجي في وشك. في اي شيء تاني مهم في هذه الجزئيه تحب؟ لا، يعني نقول دي كده ملخص سريع. طبعا كل خطوه من دول ليها تفاصيل طويله جدا مش هنقعد نشغل الناس بيها، لكن دي الخطوط العامه نقول الموضوع. يعني الملخص اذا هو العمليه كبيره، نتائجها تبقى كويسه جدا ان شاء الله، ولكن عبارة عن سلم لازم تاخده خطوات. لو نطيت سلمتين هتتكعبل وهتكعبل العين معك. فامشي خطوة خطوة، كل خطوة تاخد حقها لآخرها، نوصل إن شاء الله للسلام. وإحنا في الحلقة كل خطوة ما قبل العملية قعدنا نتكلم فيها، فأنا اعتقدت إن هي دي تكمل الأسرار في المنطقة دي. لما دخلنا العملية التخدير خد الكلام، فقلت بس هو بقى هو الأسرار في الحتة دي. لما دخلنا في العملية قلت بقى تمام، دي بقى الأسرار خلاص وخلصنا. بعد العملية لوحدها أسرار في حتة تانية وكبيرة وكثيرة جدا. فهي عملية الأسرار واضح جدا كلها على بعضها. كالعادة بنستمتع بهذا اللقاء استمتاعا كبيرا جدا على مستوى البطنة كمان، مهم جدا. ضيفي العزيز القمة العلمية والجراحية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار كان كعادته مبدعا في واحدة من أرقى حلقاتنا. يبقى أو تبقى أورام البنكرياس منطقة علمية شديدة الوعورة، حذاري أن تمر فيها بدون أن تتعلم كل شيء. هذه all or none rule، لا تقبل إلا الكل، إنك تكون فاهم كل حاجة أو لا شيء على الإطلاق، ما فيهاش منتصف المسافة. هذه ليست منطقة منتصف المسافة على الإطلاق في العلم، لإما أنت كلك فاهم كل حاجة وبتعمل كل حاجة صح 100%. لو 1% غلط هتتقلب الدنيا إلى منطقة مخيفة للغاية، لن تسمع فيها إلا عويل الذئاب، لا تكلك. خليكم مع الناس الحلوة.